إذن قبل أيام من الإفتاء المزمع عقده في مصر على التعديلات الدستورية واللي هتخلي عبد الفتاح السيسي يقعد في مصر للأبد ويحكم مصر للأبد وتخليه الرئيس الأبدي زي ما هو عايز وعايزين البهاليل بتوعه، عبد الفتاح السيسي في زيارة سريعة لأمريكا للولايات المتحدة، الهدف منها طبعا زي ما كلنا عارفين هو ياخد الموافقة والتأشيرة والإمضاء المباشرة من ترامب ومن أمريكا للموافقة على هذه التعديلات والموافقة على البقاء في السلطة. كالعادة عبد الفتاح السيسي ما بيروحش أمريكا أو ما بيروحش أي دولة غير لما ياخد البهاليل بتوعه معاه، أخد بقى مجموعة من اللي بيطبلوا واللي بيسقفوا زي ما بيقول دايما الإعلام الأوروبي أو الإعلام الخارجي. عمرنا ما شفنا رئيس بيجي وبيجي معاه المستقبلين بتوعه، عبد الفتاح السيسي فقط. كل ما يروح في حتة خصوصا كل ما يروح أمريكا بتلاقي البهاليل بتوعه والمشجعين بتوعه كأنه رايح يلعب ماتش كورة. إذن الفيديو اللي حضراتكم شفتوه من شوية كان لمجموعة من المتجمعين في انتظار عبد الفتاح السيسي. قبل ما نروح بقى للبيان اللي نزله بعض من أعضاء الكونجرس، خليني أعرض لحضراتكم مجموعة من الزيارات عملهم عبد الفتاح السيسي عشان يكون الرئيس الأكثر زيارة لأمريكا، وفقط خلال 6 سنوات عبد الفتاح السيسي حطم رقم قياسي هو 8 مرات عبد الفتاح السيسي بيروح أمريكا. كل ما يتزنق في تعديل دستور يروح أمريكا، يتزنق في شوية إعدامات يروح أمريكا، يتزنق في فلوس وقروض يروح أمريكا. عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2014 لحد 2018 عمل 5 زيارات للمشاركة في دورات الأمم المتحدة. أما في أبريل 2017 كانت أول زيارة رسمية له بعد تولي ترامب الرئاسة، وفي أبريل 2018 لقاء مع ترامب لتعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب. أما أبريل 2019 اللي هي الزيارة الحالية لقاء مع ترامب لبحث دور مصر الإقليمي، ده اللي اتقال وده اللي اتقال من إعلام عبد الفتاح السيسي. لكن السبب الحقيقي الكل عارفه إن عبد الفتاح السيسي راح فقط عشان ياخد موافقة ترامب، ياخد الضوء الأخضر للتعديلات الدستورية. مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي قدموا امبارح عريضة للبيت الأبيض بيرفضوا زيارة عبد الفتاح السيسي وبيفضحوا بعض من الانتهاكات الحقوقية في مصر، والعريضة تم تقديمها ووصلتها قدام حضراتكم موقعة من مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي. دي كانت زيارة عبد الفتاح السيسي. أما عن الاستقبال، هو المشهد الأكثر إثارة في زيارة عبد الفتاح السيسي وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعبد الفتاح السيسي لحظة وصوله إلى المقر اللي هيقعد فيه واستقباله في خيمة على غير العادة. محدش عارف هو ليه دخلوه جوه الخيمة، ليه العربية أصلا اللي كان راكبها عبد الفتاح السيسي دخلت جوه الخيمة. هنا بيفتح مجموعة من الأسئلة، يا ترى عبد الفتاح السيسي خايف من إيه؟ ترى مين اللي كان راكب مع عبد الفتاح السيسي في العربية؟ وليه تم نصب الخيمة على غير العادات أو على غير المتعارف عليه دوليا في مثل هذه الزيارات؟ عرض لحضراتكم الفيديو وارجع لكم. إذن السيسي وصل، دخل الخيمة بالعربية، شدوا الخيمة، قفلوا عليه، ضلموا النور، وبعد كده محدش عرف إيه اللي حصل. يا ترى ليه عملوا كده؟ بيقولوا أصلا إن فيه طريق بيوصل من الخيمة دي للمقر أو للمكان اللي هيقعد فيه عبد الفتاح السيسي. تكهنات كبيرة وسخرية واستهجان من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بعضهم استحضر صورة القذافي اللي لما كان بيروح أي دولة كان بياخد الخيمة بتاعته معاه. هاشتاج السيسي يتصدر الترند في مصر بعدد تدوينات قارب على 27,000 تدوينة، بعض منها جمعته لحضراتكم وجد وقفي
رئيسة أو مدير مكتب الجزيرة في أمريكا بتقول هذا تصرف ليس بغريب على مؤيدي قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان. مصادقة أو مصادفة هذا المستوى من الشخصيات أثناء العمل هو بعض من الثمن الذي يدفعه الصحفي هاشتاج الجزيرة هاشتاج واشنطن هاشتاج مصر هاشتاج السيسي. وجد وقفي نشرت فيديو لكيف يتعامل مؤيدي عبد الفتاح السيسي اللي كانوا موجودين في أمريكا مع الصحفيين ومع المعارضين لعبد الفتاح السيسي. إذن كان هذا جانب من تعامل الشخصيات المصاحبة لعبد الفتاح السيسي أو الوفد المصاحب لعبد الفتاح السيسي في زيارته لأمريكا. تدوينة تانية أيضا تحت نفس الموضوع باخدها من ديانا مقلد بتقول لو بيبصلك البصة دي اتجوزيه. والصورة الأكثر تدهولا على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الذكر صاحب الكاريزما هو بيبص لترامب بكل حب وشغف في الوقت اللي ترامب واقف بكل رسمية وبكل يعني احترام وبكل قوة الرجولة، أما الرئيس بتاعنا فواقف زي الست ما بتبص لجوزها. تانية تانية أيضا تحت نفس الموضوع باخدها من خلفاوي وبيقول لما صحفي يسأل السيسي عن علاقته بترامب وكالعادة السيسي بيقعد القعدة بتاعته مشبك فيها ايديه ومكسوف وباصص في الأرض. أعتقد دي عادته لما بيقابل ترامب، عادته أيضا لما بيقابل الكفيل سواء الكفيل السعودي أو الكفيل الإماراتي بيقعد عبد الفتاح السيسي بالشكل. قلنا كده تويتة تاني والصورة تاني يا إبراهيم بيقعد بنفس الشكل ده مشبك ايديه وباصص في الأرض عامل زي اللي مكسوف أو عامل زي اللي عامل عملة. تدوينة تانية أيضا تحت نفس الموضوع موضوع عبد الفتاح السيسي وزيارته لأمريكا باخدها من الشرقاوي واللي جاب نفس الصورة بيقول يخرب بيت سهوكتك ده النسوان في شارع جامعة الدول ما بيعملوش كده، وبيقول قبر يلم العفش وهاشتاج السيسي. دي كانت بعض من التدوينات وتعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تشاركوا من خلالها الصور المهينة لعبد الفتاح السيسي واللي وصفها البعض بأنها صور فاضحة، وكذلك الفيديو المهين لاستقبال عبد الفتاح السيسي. وهو مش مهين قوي، هو تقدر تقول مهين شوية ومريب شويتين لاستقبال عبد الفتاح السيسي في خيمة.